هذا الأخ سعيد سليمان في مؤتمر التأسيس الأول بفضل من الله ومنة منه وردود الأفعال الإيجابية الكبيرة بين صفوف أبناء القبائل والعشائر للمجلس، وهي تتزايد يوما بعد يوم من كبار شيوخ القبائل والعشائر في مناطق سيطرة النظام وفي مناطق سيطرة البي واي دي وقسد والمناطق المحررة كافة، معلنة انضمامها للمجلس ومعطية له مزيدا من القوة والتمثيل. وبعد الجهود الكبيرة المبذولة من قبل قيادة المجلس لتحقيق رؤية وأهداف المجلس الكبرى وترسيخ أقدامه باعتباره الممثل الشرعي لعموم القبائل والعشائر في كافة أرجاء الوطن، عقد مجلس القبائل والعشائر السورية اجتماعا خاصا للإعلان عن تشكيل الهيئة الرئاسية التابعة والإسهام في إرسال قواعد الاستقرار المجتمعي في المجتمع السوري والتواصل الفعال مع باقي مكونات الشعب السوري للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية السورية في مواجهة نظام الانضمام وحرصه